إطار محاربة الجريمة المنظمة، أمن ولاية طارق ممثلا في فرقة البحث والتدخل يتمكن من خلال عملية أمنية نوعية من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة متكونة من 3 مجرمين مختصين في التهريب والمتاجرة الغير شرعية بالأسلحة النارية والداخلة الحية، حيث تم خلال هذه العملية الأمنية استرجاع 3 أسلحة نارية أوتوماتيكية و650 خرطوشة عيار 16 ملم بالإضافة إلى 21 خرطوشة خاصة بهذه الأسلحة النارية المحجوزة. بعد الانتهاء من التحقيق أنجز ملف قضائي ضد المعنيين بخصوص هذه القضية ليقدم بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة.